جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: ما حكم من توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى قبل الوضوء في سره، ولكن عند وضوء يديه مثلا أو رجليه تذكر التسمية، فهل عليه أن يعيد الوضوء؟ أم إذا تذكر التسمية يجوز له أن يقول بسم الله في أوله وآخره؟ وإذا كان عليه أن يعيد الوضوء فما حكم وضوئه وصلاته السابقة، علما بأننا نعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى. أفيدونا جزاكم الله خيرا. التسمية في بداية الوضوء مشروعة، إما مستحبة عند جمهور أهل العلم أو واجبة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهي مشروعة بكل حال. وإذا تذكرها في أثناء الوضوء فإنه يستأنف، يسمي ويستأنف الوضوء من جديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيسمي ويستأنف الوضوء من جديد. ومن العلماء من يرى أنه يسمي ويكمل وضوءه، ولكن الرأي الأول أحوط والحمد لله. ولا يكفي أن يسمي الإنسان في سره، بل يتلفظ بالتسمية، يقول بسم الله. نعم.